لحظة، كنت أن أنسى، اشتريت هذه النكهة الجديدة في طريقي للمنزل. هانا، هل شاركت الكنز؟ إذن أنت تعشقين العلك، سأبدأ تحدي 100 طبقة. أوه، يبدو وكأنه عيد ميلادي. لا أعرف إن كنت سأستطيع مضغ كل هذه العلكة، لكن يمكنني المحاولة. هل تعتقدين أن هذا مضحك يا أوليفيا؟ سأريك، سأبني برجاً من 100 قطعة علكة. يا إلهي، يبدو أنها ستسقط. هذا متعب. ماذا؟ كيف وصلت هذه العلكة إلى هنا؟ بقي القليل. واو، إنها على وشك الانتهاء. 100 قطعة مرصوصة من العلكة، وبقي شيء واحد فقط. كيف؟ لذيذة. انتبهي يا هانا، أو ستضطر أوليفيا لأن تنقذك بحركة هايملك. مقززة للغاية. أتمنى لو كان لدي فم أكبر. يمكنك الاستمرار في المحاولة. كلا، سأنفخ بالونة من العلكة. يا لها من مفاجأة! حان وقت تقديم الهدايا. واو، ماذا يوجد في داخلها؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة الإجابة. 100 طبقة؟ ماذا؟ لم أستطع منع نفسي، سأخذ الكعكة إلى المطبخ. انتظري، هل توجد 100 طبقة من ورق التغليف هنا؟ هل يوجد أحد في الداخل؟ لا يزال هناك المزيد. لو داني أقترب الآن من النهاية. شكراً يا هانا. حسناً، بقيت 2 طبقات فقط. على الأقل أوراق التغليف هذه جميلة. هل انتهيت؟ بالطبع لا. أتمنى أن أتمكن من إعادة تدوير كل هذه الأوراق. أوف، هيا. كان الاستلقاء خطوة جيدة. نعم، لقد وصلت أخيراً إلى النهاية. حسناً، حان وقت الكشف عن الهدية. أما تزالين مستمرة في فتح الهدية؟ هل أنت جادة؟ كل ذلك تعب لأجل عناق سخيف؟ كلا، هذا ظلمة. هيا يا أوليفيا، إنه عيد ميلادك. لا بأس، سأمسك بك في النهاية. تفضلي. بالعافية. له رائحة قوية. نعم، من المؤكد أنه ليس شيئاً أرغب بأكله. لا، أنا خائفة جداً الآن. بصل نيء، هل أنت جادة؟ لا، سيكون هذا قاسياً. يبدو كشريحة تفاحة نوعاً ما، لكن أنا متأكدة أنه لن يكون حلواً. واو، هذه قضمة قوية. من كان يعلم أنها مليئة بالعصارة؟ نشعر بمعاناتك يا لانا، أنت إنسانة شجاعة. أوف، أحضروا بعض العلكة لهذه الفتاة. لانا في مهمة للعثور على شيء أخضر لتأكله ذكية. وأعشاب البحر الخضراء هذه مثالية كمقبلات لهذا التحدي. نعم. حسناً ذكي، وجبتك الخضراء الأولى جاهزة. افتحي الغطاء لتريها. أعشاب بحر لزجة ولذيذة. هذه الرائحة كافية لسد شهيتي لأسبوع. أنت من اختار اللون الأخضر. حسناً، سأحاول الانتهاء من هذا الأمر. يا إلهي، إنها أكثر لزوجة مما اعتقدت. هذه لقمة كبيرة جداً، هل أنت واثقة من ذلك يا ذكي؟ أوف،
لا يبدو أن مذاقها لذيذ. حسناً، تظاهري بأنها لقمة سباغيتي كبيرة ولذيذة. سباغيتي خضراء لذيذة مقرفة. أحسنت فاكي. التالي، حان دور فاكي للعثور على طعام برتقالي للانا. يوم الجمعة أخيراً، وهذا يعني الاسترخاء في بيجامتي حتى الظهر ومشاهدة المسلسلات على نتفليكس. ها، لنرى هنا. يجب أن نتحدث. يعرف الجميع أن عبارة يجب أن نتحدث هي طريقة لطيفة لقرار الانفصال. لا أصدق أن جون مستعد لإنهاء علاقتنا. ما الذي فعلته أساساً؟ أكرهه بشدة. انظري كم كنا سعداء، والآن سأعود لحياة العزوبية. لكن لماذا أرضى بهذه الحياة؟ لا فائدة من البكاء عندما يكون بإمكاني الانتقام منه. أولاً، يجب أن أتخلص من كل أغراضه السخيفة التي تركها في منزلي. هذا يجب أن يذهب، وهذا. قد يبدو ذلك درامياً، لكن التخلص من أغراض الشريك السابق هي الخطوة الأولى في الحداد على الانفصال، خاصة صوره المنتشرة في أنحاء المنزل. وفي وقت قصير ستمتلئ حاوية الحبيب تماماً بكل الأشياء التي تذكرك به. وحالما تمتلئ، يمكنك تغيير اسمه رسمياً من حبيب إلى ماضي. لا تقلقي، ستذهب جميعها إلى مكان أفضل. لكن لم تروا أبداً معجون أسنان ينعصر بهذه السرعة. المعذرة يا جون، يبدو أنك لن تتمكن من تفريش أسنانك قبل موعدك مع حبيبتك الجديدة. مغفل، ولندعس عليها بالرجوع للخلف مرة أخرى للتأكد فقط. علي الرجوع للخلف، حان وقت السحق. ضعي الجير. ليس مفاجئاً، لم تصمد بالونات الماء أبداً تحت الإطار، لكن مشاهدة ذلك تمنح شعوراً مرضياً. الآن لو كان بإمكاني رميها على وجه جون، سيكون ذلك ممتعاً للغاية. واو، هذا ضغط ماء كبير. لنرى ذلك بالبطيء. حسناً، انفجري حبيبتي. حسناً، ربما بدأت الأمور تخرج قليلاً عن السيطرة يا أليس. حسناً، لنرى أي من أغراض جون يمكننا سحقها أيضاً. هل سبق أن تساءلت كيف ستبدو ألعاب العصر الغريبة الشبيهة بالهلام لو تم سحقها بثقل 1000 كيلوغرام؟ حسناً، أنت تعرفين الآن، ولا تبدو جميلة. يا لها من فوضى. هل تتساءلين عما بقي لسحقه؟ وهذه المرة سنسحق صابون الصحون. هذه العبوات مغلقة وممتلئة يا عالم. يمكنك غسل ساحة مواقف سيارات بكل هذا الصابون. قد يكون من الممكن رمي هذا البلاستيك، لكن ليس قلبي. واو، لا يتصدع البلاستيك حتى تحت الضغط. ولم ننتهي بعد من سحق الأشياء. الغرض التالي سيكون مميزاً، وإن احتجت فسأرسل الفاتورة لجون. أوه، لزج جداً. أعمل بشدة ألا تتلف هذه المادة إطار سيارتي. يبدو أن هذه الأشياء مبللة أيضاً، لكن عندما تمتزج معاً فإنها تبدو جميلة في النهاية. حسناً، لا أسمع أي شيء. هذا يعني أن الإطارات سليمة على الأرجح. أو أعتقد أنك ستحتاجين لغسل سيارتك بعد هذا الشيء. يبدو أن وحش قوس قزح قد مات هنا. حسناً، بقي شيء واحد لسحقه. لحظة، هل ذلك جون قادم مع باقة ورد؟ ها، ما الذي تفعله أغراضي على الأرض؟ هل سحق أحد كل أغراضي؟ أليس، هل فعلت ذلك؟ حسناً، يبدو أن أليس قد أساءت فهم نبرة رسالة حبيبها. آسفة، اعتقدت أنك أردت الانفصال عني. حسناً، تفضل صورتك. قد تبدو الحفلات وقتاً سهلاً لتضيع الوقت، لكننا نعرف أن الأمر يتعلق بجذب الشباب. نعم، وسيم أمامك مباشرة. إنه يلوح لك يا جاس، أم أنه يلوح لأوليفيا؟ حسناً، من الصعب القول، أليس كذلك؟ مهلاً، أبعدي يديك عن وجه جاس. حسناً، توقفي عن اعتراضي إذن. نعم، عليك مشي خطوات قليلة من هنا يا فتاة. نعم، من هنا. لا، هذا باتجاه حوض السباحة.
حسناً علي فعل ما تقولين. أراهن أن جاس تتمنى حقاً لو أنها لم تسرح شعرها بعد ظهر اليوم. خطوتين أخريين؟ أوه، انتهى الموضوع. يا ربي، أمل أن الماء دافئة. لا أصدق أنها قامت بذلك فعلاً. حللنا المشكلة على ما أظن. الآن لنركز على أشياء أكثر إثارة. أهلاً أيها الوسيم. مادام؟ من هذا؟ هل يهيأ لي أنها ظهرت من العدم؟ حسناً، كان هذا متوقعاً. حسناً، كل ذلك كان للا شيء. ستأخذين هذا الفستان للتنظيف والكي غداً. We'll be right back.